اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لماذا قالت اليهود عن العزير ابن الله؟ وكيف أماته الله عز وجل وأحياه مرة أخرى؟ القصة كاملة. كان عزير من نسل هارون بن عمران عليهم الصلاة والسلام، واختلف فيه، فقيل إنه كان نبياً، ولكن رجح أهل العلم أنه من عباد الله الصالحين وليس بنبي. قيل كان العزير عليه السلام ممن سباه الملك بخت نصر وهو غلام صغير، فلما بلغ 40 سنة أعطاه الله عز وجل العلم والحكمة، ولم يكن أحد أحفظ ولا أعلم بالتوراة من العزير. وقيل إنه خرج إلى البراري وعاش فيها بعد أن خرب بخت نصر بيت المقدس. ومما ورد في قصة العزير عليه السلام في القرآن الكريم، قال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. كان عزير عليه السلام عبدا صالحا حكيما. مر ذات يوم على قرية قيل إنها بيت المقدس، بعد أن خربها بخت نصر وقتل أهلها وأحدث فيها مقتلة عظيمة، فرآها عزير وهي خاوية على عروشها ليس فيها أحد وليس فيها حياة، فوقف متفكرا فيما آل إليه أمر هذه القرية بعد أن كانت عامرة بالحياة والناس عظيمة البنيان. فلما قامت الظهيرة وأصابه الحر أتى جدارا يستظل به ويستريح، ونزل عن حماره، وكان معه سلة فيها تين وسلة فيها عنب، وأخرج قصعة معه فاعتصر من العنب الذي كان معه في القصعة، ثم أخرج خبزا يابسا معه فألقاه في تلك القصعة في العصير ليبتل ليأكله، ثم استلقى على ظهره وأسند رجليه إلى الحائط، فنظر إلى سقف تلك البيوت ورأى ما فيها وهي قائمة على عروشها وقد باد أهلها، ورأى عزير عليه السلام عظاما بالية فقال: أنى يحيي هذه الله بعد موتها؟ ولم يكن كلامه هذا شكا في قدرة الله تعالى، إنه كان عبدا صالحا، ولكن قالها تعجبا من حالها. فبعث الله عز وجل ملك الموت فقبض روحه فأماته الله 100 عام، فلما أتت عليه 100 عام وانقضت وانتهت أحياه الله عز وجل بقدرته، وقد عمرت البلدة وتكامل ساكنوها ورجع بنو إسرائيل إليها. فلما بعثه الله عز وجل بعد موته كان أول شيء أحيا الله عز وجل في العزير عيناه لينظر بهما إلى صنع الله عز وجل فيه كيف يحيي بدنه، ثم أعاد خلقه وهو ينظر، ثم كسى عظامه اللحم والشعر والجلد، ثم نفخ فيه الروح، كل ذلك وهو يرى ويعقل. فاستوى جالسا فقال له الملك: كم لبثت؟ قال عزير: لبثت يوما أو بعض يوم. وذلك أنه كان قد لبث صدر النهار عند الظهيرة، وبعث في آخر النهار والشمس لم تغب ولكن بعد 100 عام، فاعتقد أنه نام في أول النهار واستيقظ آخره من نفس اليوم. فقال له الملك: بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك، يعني انظر إلى الخبز اليابس لم يتغير، فذلك معنى قوله لم يتسنه أي لم يتغير، وكذلك التين والعنب كان غضا لم يتغير شيء منه. أوقف الله عز وجل مرور الزمن على الفاكهة والطعام، وقال له الملك: انظر إلى حمارك، فنظر إلى حماره وقد بليت عظامه وصارت نخرة،
ومرر الله عز وجل الزمن على الحمار والعظام، فجرت عليها سنة الله عز وجل في الموتى، فنادى الملك بأمر الله عظام الحمار فأجابت وأقبلت من كل ناحية حتى ركبت فوق بعضها. وعزير عليه السلام ينظر إلى هذا المشهد، ثم ألبسها الملك بأمر الله العروق والعصب، ثم كساها اللحم، ثم أنبت عليها الجلد والشعر، ثم نفخ فيها الملك بأمر الله تعالى، فقام الحمار رافعا رأسه وأذنيه إلى السماء، وذلك كله بأمر من الله عز وجل وتدبير. وأمر الملك عزيرا عليه السلام أن يتأمل طعامه وشرابه وحماره، وكيف أن الله عز وجل أحيا بقدرته هذه القرية بعدما أماتها، فكانت قصته عبرة وآية للناس. عندئذ عرف عزير وتيقن أن الله قادر على أن يميته ويحييه ويحيي القرية التي كانت خاوية على عروشها. ثم خرج إلى القرية فوجدها معمرة، وبدأ يتجول في شوارعها، وعاد إلى القرية ليراها اختلفت وتغيرت معالمها، لكنه وجد بيته موجودا، ووجد فيه جاريته التي كانت صغيرة فبلغت الآن 120 سنة. فقال لها عزير عليه السلام: هذا منزل عزير؟ قالت الجارية: نعم. وبكت وقالت: ما أرى أحدا يذكر عزيرا غيرك. فقال العزير: أنا عزير. فقالت مندهشة متعجبة: إن عزيرا كان مجاب الدعوة، فادعوا الله لي بالعافية. فدعا الله عز وجل لها، فرد الله تعالى عليها بصرها، وقامت تمشي قوية نشطة، فلما رأته فقد بعث على هيئته يوم مات ابن 40 سنة، عرفته هذه الجارية، وكان لعزير ولد عمره 113 سنة، ولهذا الابن أولاد شيوخ، هو وأولاده أكبر من عزير نفسه. فذهبت الجارية إليهم وأخبرتهم خبره، فجاءوا، فلما رأوه عرفه ابنه بشامة كانت في ظهره، وشاع خبر العزير في قومه بين مصدق ومكذب، فقالوا: لقد أخبرنا أن عزيرا كان أحفظ الناس للتوراة، وقد أحرق بخت نصر التوراة، وما من أحد يحفظها هنا كاملة، فإن أعدت كتابتها لنا صدقناك. وبدأ عزير يعلم الناس التوراة مرة أخرى ويجددها لهم، فقدسوه وعظموه وادعوا باطلا أنه ابن الله، وهذا كفر بالله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال الله تعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله. سبحان الله وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، وما من إله إلا إله واحد، وما من إله إلا الله. قيل إنه قام عليه السلام فتطهر واغتسل وصام وناجى ربه عز وجل أن يلهمه التوراة ويعيدها كما كانت إلى صدره، فظهر له ملك بصورة رجل معه إناء فيه ماء، فقال له: اشرب. فشرب العزير، فتمثلت التوراة في صدره كاملة، فكتبها لهم بحدودها وحلالها وحرامها، فأحبوه حبا شديدا، وأصلح لهم شأنهم. وكان من العجب العجاب أن ابنه أكبر منه سنا، وكذلك أحفاده، فكانوا في مجلسه شيوخا بلحا بيضاء، وهو أشب منهم بلحية سوداء. قال الله تعالى: وجعلناهم للناس آية. ولما توفي اختلف المتأخرون من بني إسرائيل فيه، فقالوا: عزير ابن الله، هذا كذب وكفر. وقالوا: لم يستطع موسى أن يأتينا بالتوراة إلا في كتاب، أما عزير فقد حفظها وكتبها، وعدوا هذا خارقا، فقالوا كذبا وافتراء: عزير ابن الله، تعالى الله. وقد ضلوا بهذا الكفر وكفروا كفرا شديدا، كما قال الله تعالى في سورة التوبة: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله، أنى يؤفكون. سبحان الله العظيم، إن الله رب كل شيء وخالق كل شيء، ليس له صاحبة ولا والد ولا ولد، هو الله أحد،
وهو الواحد القهار. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم وقوفا عند حدودك. اللهم حياتنا على الإيمان والعمل الصالح، على توحيدك وسنة نبيك، على ما تحب وترضى. وارزقنا حسن الخاتمة والفردوس الأعلى من الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، والحمد لله رب العالمين.